السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جيتكم في فيديو جديد كالعاده خاوتي. بلا ما نوصيكم خليوا كامل اللايكات تاعكم، البراتيش راهم غير يسينياليو. هذا واش يعرفوا خاوتي، ما قدروش للقناه فولوا غير يسينياليو. انتم يا جزائريين ديروا الواجب تاعكم، اهبط لتحت خلي لايك واي تعليق، اي حاجه خليها في التعليقات، المهم علق وتفاعل مع الفيديوهات. يا اخي الواحد راه يدافع على البلاد هذه، ماناش نديروا في عفسه عيب. اما لا خلي اللايك تاعك، ولازم نتغاوى عليهم على البراتيش هذوك لانه عندهم غير الاعلام يا خاوتي. راح نسمعوا في الفيديو هذا دبلوماسي تونسي، مسؤول تونسي يعني سابق خاوتي، يتكلم على الاسباب الحقيقيه لفرض التاشيره خاوتي، وعلاش البيان الجزائري ذكر حامل جواز سفر مغربي وليس براتيش، يعني ما قالش المراركة ديريكت وانما حامل جواز سفر. صح كاينه خاوتي، نسمعوا مليح واش قال. فرض التأشيرة على حاملين جوازات سفر مغربية للدخول إلى التراب الجزائري، وتعتبر اليوم أن المغرب يهدد أمن وسلامة الجزائر. سيد عبد الله العبيدي، هذا من ناحية نحب نأكد على المستوى الدبلوماسي والقنصلي، منح التأشيرة من عدمه هو قرار سيادي لا يحتاج إلى تبريرات عموما. تسمى من الاخر ما كان لا تسقسيونا يا البراتيش وتقولوا لنا كيفاش وعلاش وانتوما وظلمتونا، ما تبداوش تتباكاو علينا. قال لك قرار سيادي، ديروا غير الدوله اللي عندها السياده تاعها، اما انتوما ما عندكم حتى سياده، واتحداكم ان تديروا نفس القرار ضد الجزائريين. هيا اذا كنتوا صح رجاله. من ناحيه حاب نقولوا ان الجزائر كانت تستثني المواطنين المغاربه من القرارات السياسيه. اليوم الجزائر اخذت القرار هذا لسبب بسيط. اولا الساعه وقعت في السنوات الاخيره تفكيك عده شبكات جوسسه امن الجزائر شارك فيها مواطنين مغاربه ومغاربيين. سمعتوا خاوتي، السبب الاساسي الكبير اللي خلى الدوله الجزائريه دير العفسه هذه هو الجوسسه. الحاجه المعروفين بها شكون؟ البراتيش، الجوسسه. هذا واش يعرفوا خاوتي، يعني من كل بلدان المغرب بدون استثناء ومغاربيين بصفه خاصه. اذا كان اليوم خذات القرار المباشر هذا، نعرف انه وقع انتخاب رئيس الجزائر قبل بضعه ايام. هاي. لانها حبت تتحاشى تتجنب يعني اتهامها ولا رميها بمعاداه الساميه. نعرف انه عدد كبير من المغاربه يعني دينهم يهوديه. ويعني جزء كبير منهم انتقل للعيش في اسرائيل، يعني ما يفوق المليون. وفي وقت من الاوقات حتى وزير خارجيه اسرائيل كان يهودي مغربي. بابا كارثه يا خوتي، والله غير كارثه. كي نقول لكم هذيك هذوك العباد جايين من مملكه البرتوش، مانيش غالط والله. لكي لا ترمى الجزائر بمعاداه السامية، مثل ما وقع معنا عندما حكينا مش السامية العنصريه، لما حكينا على يعني الاسرقه من وراء الصحراء. يعني تجمع كل المغاربه وهي تصفي، اللي يقدم الباسبور نتاعو تنجم ترفض حتى مغاربه مسنين على اساس ان امرهم مشبوه الى غير ذلك، وعندما ترفض يعني بصفه يعني. فهمتوا خاوتي ولا ما فهمتوش؟ نفهمكم مليح. من بين الاسباب اللي يعني الاساسيه هو انه البراتيش نسبه تاعهم كبيره جايين من جماعه الصوص، فهمتوا؟ عندهم الدين تاعهم وكلش من جماعه الصوص. كي يكون عنده باسبور مغربي ما تقدرش تعرف اخي الجزائري هل هذا منهم ولا لا. تسمى عندها الحق الدوله الجزائريه، زيد يسق ليهم هكذاك. يعني مطلقه مغاربه يعني يهود من اصل مغربي ما نجموش يرميوها بمعاهده الساميه. هذا علاش اتخذ هذا القرار؟ هذا من ناحيه، من هذين المبررات حتى اذا كان مثلا ماشي جوسه وكذا، نعرفوا ان في الاونه الاخيره المغرب اقتنت يعني قمر اصطناعي بمليار من عند اسرائيل. ونعرفوا ان المغرب بنات ولا بصدد بناء قاعده عسكريه ضخمه على تخوم تندوف الحدود المشتركه بين كون يبنيو هذيك القاعده العسكريه. نقدر نقول لك خويا الجزائري راح تتخلط والله، كيما نحكي لكم الدولة الجزائرية ما راحش تسكت على الحكاية هذه. لو كان يبنيو القاعدة العسكرية هذه صدقوني غير تتخلط. يا المغربي نحتلوكم في 24 ساعة وتشوفوا مليح الثقل الجزائرية. الجزائر والمغرب
ونعرف أنه تكررت زيارات نتاع مسؤولين إسرائيليين. ثم هناك تطبيع بالطبع، ما تنجمش تشري قمر اصطناعي بهذا المقدار ويعني تعاون تقني وفني بدون ما يكون ثم أسس سياسية. نعرف أن في الآونة الأخيرة المشكل الأساسي بالنسبة للمغرب اللي هو الصحراء الغربية، دول واجهة مثل أمريكا، نعرف اللي ترامب قال اللي ما احنا نمنح كما لو كان ملكه هو أن يمنح أو لا يمنح الصحراء الغربية للمغرب إذا كان واصلت مضت في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، وهذا ما حصل. نعرف اللي أطلقت تهديدات من أعلى منابر السياسة في البرلمان المغربي، وكذلك مسؤولين سياسيين برتبة وزراء وحتى أكثر، أنه يهدوا ب يعني مباشرة العمل المسلح ضد الجزائر. يا خوتي جابها من الأخر، أحسن تحليلة سمعته حول القضية هذه تكلم على الأسباب كامل. عنده الحق، كاين مسؤولين براتيش خرجوا يهدوا الجزائر يا خوتي، يهدوا نبواش بهذوك الجماعة زعمة، هي راح تلعب على رواحكم مازلتوا صغار يا غي حالة. ما وقع في السنوات الأخيرة، يعني استعرضت النقاط الكل اللي تبرر كل هذه النقاط اللي استعرضتها، قلت فيها انه كانت الجزائر تستثني الشعب المغربي من ذلك، معناها فقط على المستوى يعني السياسي من السياسي الأواصر العائلية، وكانت يعني تنجم هي عندما تفكك شبكات عندها أمن يعني يعتد به الجزائر، يعني عندما تفكك شبكات كيف تلقى مغاربة أو في بعض الحالات حتى تونس، يعني يقع إدانتهم على المستوى الشخصي مش على مستوى، رغم اللي مثل ما أشرت له هذا ما يلزمش ننساه على النقطة هذه، أنه الحدود بين البلدين رسميا مغلقة منذ سنة 94. سمعتوا يا خوتي الجزائريين، تحليل منطقي. خونا التونسي قال بكل يعني فخر أنه الجزائر عندها الحق تغلق الحدود تاعها وعندها الحق تمنع التأشيرة عليكم يا البراتيش، ومدلكم كامل الأسباب. إذا ما قنعتوش هذا قرارنا، هذه دولتنا سيادتنا، نديروا فيها وش نحبوا حنايا، ماشي كيفكم انتوا، ما عندكم لا سيادة في بلادكم ولا هم يحزنون. نزيدك عفسة ولا ما نزيدكش؟ الشعب الجزائري للبرتوشي هو من طلب بالقرار هذا، طلبناه يعني منذ سنين منذ سنوات، أي الدولة تاعنا كانت رحيمة معاكم كي أجلت ما خرجاتوش، لكن كي عرفت باللي الشعب الجزائري عنده الحق 100% هيا أعطتكم الحس، وانتم ما تتعاشروش من الأخر. تحيا الجزائر اليوم وغدوة، والله يا خوتي من أحسن القرارات في تاريخ الجزائر هو هذا، هو من الأخرة من أحسن القرارات. تحيا الجزائر. السلام عليكم خوتي، ما تنساوش بلا ما نوصيكم اللايكات تاعكم والدعم تاعكم والبرطاج تاعكم اللي جام، راهو صاري ضغط كبير على القناة بسبة السينيال. وتحية الجزائر اليوم وغدوه.